الآن نأتي إلى الوقاية من الآفات، نأتي إلى تعريف كلمة أو مصطلح آفات. الآفات المقصود بها هنا هي الكائنات الحية التي تلحق الضرر بمكونات المخزن من آثاث وأدوية وبنية تحتية وعمال، مثال ذلك القوارض والحشرات والخفافيش والزواحف. والآن من أجل تطبيق الوقاية داخل المخزن علينا تصميم أو تعديل المخزن لتسهيل عملية التنظيف ومنع الرطوبة، توفير بيئة نظيفة تحول دون إتاحة الظروف المواتية للحشرات، فيتم وضع القمامة داخل صناديق قمامة مغطاة، ثم يتم تنظيف الأرفف والأرضيات بانتظام، لا يتم ترك أو تخزين الغذاء في المخزن، الاحتفاظ بجفاف المبنى من الداخل، طلاء أو تلميع الخشب عند الحاجة إلى ذلك، استخدام الأرفف والمنصات النقالة، منع دخول الحشرات إلى المرفق، تفتيش المرفق بصورة دورية لاكتشاف وجود أي حشرات. نكتفي بهذا القدر من مجموعة الإجراءات. نأتي الآن إلى الوقاية خارج المخزن، فيجب أن يتم تفتيش وتنظيف المنطقة خارج المخزن بصورة دورية، لا سيما تخزين القمامة. يتم البحث عن أي قوارض والتأكد من وضع المخلفات والقمامة في صناديق مغطاة، التأكد من عدم وجود أي برك راكدة أو ساكنة داخل المبنى أو حوله، والتأكد من وجود أي أو عدم وجود أي أوعية أو إطارات قديمة تحتوي على ماء. يتم معالجة المرافق الخشبية بمادة عازلة للماء إذا لزم الأمر، وضع مصادر الإضاءة بعيدا عن المبنى للحد من اجتذاب الحشرات، ويمكن استخدام مصابيح بخار الزئبق، حيث أن مصباح بخار الزئبق هو مصباح يكون مفرغ من الهواء بيحتوي على فلز الزئبق الذي يستخدم في إنتاج ضوء أبيض ساطع. يستخدم هذا المصباح في إضاءة الأماكن والمساحات الواسعة. من خصائص هذا المصباح عدم اجتذاب الحشرات إليه أثناء الإضاءة. نأتي الآن إلى الاستراتيجيات الخاصة بمكافحة حشرات معينة، ونبدأ بالقوارض. يتم التغلب على مشاكل القوارض بمنع دخولها والحفاظ على نظافة وجفاف المبنى، وهناك بدائل أخرى مثل تربية القطط أو استخدام الفخ التقليدي أو استخدام المصائد الصمغية سواء البلاستيكية أو الخشبية، أو استخدام أجهزة إلكترونية تصدر أصوات بترددات عالية مما يدفع القوارض للهروب، أو استخدام سم الفئران. الآن إلى الطيور والخفافيش. في حالة وجود فراغ في السقف أو السطح، يتم تغطية كل الفتحات بشبك مصنوع من سلك دقيق الثقوب لمنع الطيور أو الخفافيش من الدخول إلى المخزن. لا نأتي إلى الحشرات الطائرة. تعتمد أفضل طريقة للوقاية من الحشرات على إغلاق وتغطية كل أبواب ونوافذ المبنى من الخارج، مع التأكد من عدم وجود ثقوب في الحوائط والأرضيات أو الأسقف. قد يكون من المفيد أيضا استخدام ما يسمى الفخ الضوئي المكهرب والمعلق به شبكة كهربائية تجذب الحشرات الطائرة من خلال الضوء فوق البنفسجي، مع مراعاة وضعها في أماكن بعيدة عن الأدوية بسبب قدرة الضوء فوق البنفسجي
على إتلاف العديد من المنتجات الدوائية لا سيما منتجات اللاتكس. نأتي الآن إلى الزواحف. يمكن منع الأفاعي من الاقتراب من مبنى المخزن من خلال إحداث الضوضاء وإزالة الشجيرات المحيطة بالمخزن والتي قد تختبئ بها هذه الأفاعي. أما إذا كانت مشكلة الأفاعي صعبة الحل فبالإمكان بناء سور واقي حول المخزن من شبك معدني مجلفا، على أن يبلغ ارتفاع هذا السور الشبكي 90 سنتي عن سطح الأرض وبعمق 10 إلى 16 سنتي داخل الأرض، بحيث يكون مدعما بأعمدة معدنية ويميل بزاوية 30 درجة بعيدا عن قاعدة المخزن. الآن نأتي إلى سوس الخشب والحشرات البنيوية. مصطلح الحشرات البنيوية يعني الحشرات التي تعيش فوق أو تحت أو بجوار المباني مثل النمل والصراصير والذباب والبعوض. بالنسبة لمكافحة سوس الخشب هناك طريقتان أساسيتان لمكافحة سوس الخشب الموجود تحت الأرض، هما: واحد، الطريقة الأولى تتمثل في حقن التربة تحت المخزن بمبيد للسوس. إن لم تجدي هذه الطريقة نلجأ إلى الطريقة الثانية. الطريقة الثانية وهي استدخان مبنى المخزن، بمعنى نشر الدخان داخل مبنى المخزن بعد إزالة المواد المخزنة. ملاحظة: لضمان نجاح عملية مكافحة السوس يجب التخلص من أجزاء الخشب المصابة بالسوس واستبدالها بأجزاء جديدة من الخشب. الآن نأتي إلى الأساليب البديلة لمكافحة الحشرات البنيوية. واحد، استخدام الحرارة أو المعالجة بالنيتروجين السائل. اثنين، إنشاء شريط معدني من الصفيح يخرج من قاعدة مبنى المخزن ويميل للأسفل دون أن يمس الأرض. وعندما تحاول الحشرات تسلق جدران المبنى ستواجه هذا الحاجز من الصفيح فلا تتمكن من إتمام عملية التسلق. ثلاثة، وضع حواجز رملية حول مبنى المخزن كإجراء وقائي على أن يكون هذا الرمل من نوع خاص. الآن نأتي إلى التحكم في درجات الحرارة. نتحدث أولا عن الرطوبة. في حالة وجود ملصق على المنتج يشير إلى ضرورة الحماية من الرطوبة، يتم تخزين المنتج في مكان لا تزيد الرطوبة النسبية فيه على 60%. ينبغي مراعاة الأمور التالية للحد من آثار الرطوبة: التهوية، حيث يتم فتح النوافذ أو مخارج الهواء في المخزن للسماح بدوران الهواء مع التأكد من وجود شبك على كل النوافذ لمنع دخول الحشرات والطيور. كذلك ضرورة وضع قضبان حديدية وأن تكون النوافذ ضيقة بما لا يسمح لأي فرد بتسلقها والدخول من خلالها. كذلك ضرورة وضع الصناديق على منصات نقالة ويتم التأكد من وجود مساحات كافية بينها وبين حوائط غرفة التخزين. 2، التعبئة، التأكد من أن كافة أواني الأدوية محكمة الإغلاق. كذلك لا يجوز فتح أي كرتونة جديدة إلا في حالة الضرورة لذلك. لأن نأتي إلى الدوران، يتم استخدام مروحة لضمان دوران الهواء النقي. قد نحتاج إلى مروحة سقف في حجرات التخزين الكبيرة، إلا أن المروحة ذات القائم أو العمود
تكون أكثر فائدة في حجرات التخزين الصغيرة، وهذا بالطبع يتطلب وجود كهرباء وأعمال صيانة. ربما يتساءل أحدكم الآن، ما هو الفرق بين التهوية والدوران؟ التهوية تعني تحريك وتجديد الهواء داخل مبنى المخزن من خلال فتح النوافذ ومخارج الهواء بفعل حركة الهواء الذاتية. أما الدوران فيعني تحريك وتجديد الهواء بفعل قوة ميكانيكية مثل مراوح السقف أو المراوح ذات العمود أو القائم. الآن نأتي إلى التكييف. يمكن استخدام جهاز تكييف للهواء إن أمكن ذلك، لكن يعتبر هذا الحل باهظ الكلفة، يتطلب توافر الكهرباء والصيانة الدورية. وقد يكون من المفضل استخدام جهاز ماس للرطوبة، إلا أن هذا الجهاز يتطلب أيضا توافر الكهرباء والمتابعة الدورية لتفريغ حاوياته من الماء. نأتي الآن إلى أشعة الشمس. تتميز بعض المنتجات الصحية بحساسيتها للضوء مثل الفيتامينات، الكلوروفينرامين، الهيدروكورتيزون، منتجات اللاتكس، الأفلام التصوير الإشعاعي. ولكي نحمي هذه المنتجات من أشعة الشمس، ينبغي حجب النوافذ أو استخدام ستائر في حالة وجود أشعة شمس مباشرة، الاحتفاظ بالمنتجات داخل الكراتين، لا يتم تخزين أو تعبئة المنتجات في ضوء الشمس، استخدام البلاستيك غير النفاذ أو الزجاج المعتم للمنتجات التي تتطلب ذلك، زراعة الأشجار حول المبنى لتوفير الظل مع ضرورة تفقدها بصورة دورية للتأكد من سلامة الفروع التي قد تضر بالمرفق. نأتي الآن إلى الحرارة. قد تؤثر الحرارة على العديد من المنتجات الدوائية، فهي تؤدي إلى ذوبان المراهم والدهانات، وقد تتسبب في فقدان بعض المنتجات الأخرى لفاعليتها الدوائية. إلا أن اتباع الدلائل الإرشادية الخاصة بحماية المنتجات من أشعة الشمس والرطوبة تعتبر مفيدة في حماية المنتجات من الحرارة. من الأهمية بمكان وجود مقاييس للحرارة في أماكن متعددة في داخل المخزن، ولكي يتم مراقبة الحرارة يجب توفرها بشكل دائم. كما إذا لم تتوفر أجهزة قياس الحرارة، يمكن للشخص أو الموظف أن يعتمد على إحساسه الشخصي بالحرارة، فإذا شعر بالحرارة فهذا يعني أن الحرارة قد تكون مرتفعة بالنسبة للمنتجات أيضا. الآن إلى طرق مراقبة الحرارة داخل المخزن. واحد، يجب وضع مقاييس الحرارة في أماكن مختلفة لمراقبة درجة الحرارة داخل المخزن. 2، الحفاظ على التهوية الجيدة داخل المخزن. وللحفاظ على التهوية الجيدة يتم تخزين الصناديق على منصات متحركة مع ترك فراغ بين صفوف الصناديق المتراكمة. 3، اختيار المخازن في مناطق بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة.